ننتقل الآن إلى ضيفنا في الاستوديو لحوار أوسع بمناسبة عيد الاستقلال 69. حيكون معنا الإعلامي المخضرم سيد سليمان القضاء وهو رئيس تحرير صحيفة الرأي سابقا. صباح الخير سيد سليمان. صباح الخير وكل عام وأنتم بخير. يسعد صباحك. صباح الخير. دعنا نبدأ معك الحوار بمناسبة عيد الاستقلال ويعني نأخذ الحوار من يعني مراحل متعددة يعني مرت فيها المملكة الأردنية الهاشمية وظروف منطقة شرق الأردن قبل الاستقلال وقبل بداية الثورة أو بعد نهاية الثورة العربية الكبرى وبداية الانتداب البريطاني وإعلان إمارة شرق الأردن. أولا دعني أستهل الحديث بتوجيه التهنئة لصاحب الجلالة الملك عبد الله بن الحسين الثاني ولسمو ولي العهد للأسرة الأردنية بمناسبة العيد 69 للاستقلال. هذه الذكرى التي تعود بنا إلى سنوات من التضحية، سنوات من الصمود، سنوات من الإنجاز، وتكون فاتحة خير أيضا لمزيد من الإنجاز ومزيد من تحقيق أهداف وطموحات شعبنا الأردني وأمتنا العربية. عند الحديث عن الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية أو دعنا نقول تأسيس بداية تأسيس إمارة شرق الأردن ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، لابد من المرور على بعض المحطات التاريخية حتى نستطيع أن نقيم ماذا حدث وأين اتجهت الأمور من البداية. البداية كما تفضل سمو ولي العهد في رسالته كانت منذ انطلاقة الثورة العربية الكبرى. الثورة العربية الكبرى أطلقها الشريف الحسين بن علي للتخلص من الحكم التركي، الحكم العثماني بعد حرب العالمية الأولى، وكان الاتفاق مع الحلفاء أن يتم إعلان المملكة العربية في بلاد الشام والعراق والحجاز. لكن الذي حدث أن الحلفاء نقضوا العهد وكانت اتفاقية سايكس بيكو المشؤومة التي قسمت بلاد الشام بشكل خاص، ومن ثم وعد بلفور المشؤوم الذي أعطى وعدا لليهود بإقامة ما سمي بوطن قومي لليهود. والمفارقة أن وعد بلفور كان يفترض به أن يشمل شرق الأردن أيضا. فهذه يعني المحطة الأولى اللي يعني نقول أنه بدأ منها الحديث عن تأسيس. طيب أستاذ سليمان، يعني دولة كالأردن يعني نشأت من خلال الثورة والثورة العربية الكبرى، يعني كان لها أن تبقى مستقلة وتثور على حتى الانتداب البريطاني. دعنا أستاذ سليمان نتحدث عن مرحلة الاستقلال ونشوء الكيان السياسي المستقل للمملكة وبداية مرحلة جديدة من عصر الأردن الدولة المستقلة. نعم، البداية كانت كما نعرف بعد معركة ميسلون في سوريا. الانتداب البريطاني احتل الساحل السوري ودمشق وأنهى المملكة السورية التي كان الملك فيصل رحمه الله بن الحسين قد أعلنها، ومن ثم جاء الأمير عبد الله بن الحسين إلى معان سنة 1921، وكانت هذه نقطة البداية لتأسيس إمارة شرق الأردن امتدادا للثورة العربية الكبرى. طبعا مرت الأمور بأحداث تاريخية كبرى. كان هناك هاجس وتخوف من وعد بلفور أن أيضا أن يشمل الأردن، وكان نضال الحقيقة الأمير عبد الله بن حسين من أجل إبعاد هذا الخطر واستثناء الأردن، وبنفس الوقت محاولة إنهاء التدفق اليهودي، الهجرات اليهودية إلى فلسطين، ودعم المقاومة الفلسطينية من البدايات الحقيقة، سواء على المستوى الرسمي أو حتى على المستوى الشعبي. كان الأردن هو البوابة التي فتحت من أجل دعم نضال الشعب الفلسطيني من بداياته.
الذي حدث أن عصبة الأمم التي هي سبقة الأمم المتحدة، عصبة الأمم المتحدة أقرت الانتداب على الأردن وعلى فلسطين. طبعا العراق كان تحت الانتداب أيضا، وجزء من الدول العربية كان تحت الانتداب الفرنسي، ليبيا كانت تحت الانتداب الإيطالي، يعني تقسمونا الإخوان. الهاجس كما قلت كان الخوف من التمدد الصهيوني الحقيقة، ليس على فقط على شرق الأردن لكن في المنطقة كلها. ومن هنا كان اللقاء، ويعرف عن المرحوم بإذن الله الملك عبد الله الأول أنه كان يسعى دائما إلى تحقيق الحلم بتوحيد بلاد الشام. يعني كان هذا دائما ما يطرحه. نعم. بالمفارقات اللي يجب أن تذكر أن أول رئيس وزراء أردني كان رشيد الطليع وهو لبناني، درزي لبناني. وحتى الوزارة في وقت من الأوقات لم يكن فيها أحد من أبناء الأردن. صحيح، وضمت شخصيات عربية. شخصيات عربية مختلفة اللي هم يعني المناضلين الذين رافقوا الشريف حسين وأبناؤه في حركة الثورة العربية أو النهضة العربية الكبرى. وصلنا إلى الثورة الفلسطينية عام 1936. أيضا كان الدعم الأردني دعم كبير جدا، رموز أردنية كبيرة شاركت، أبناء من الأردن شاركوا واستشهدوا. يعني قصة تروى بالسلط، يعني مدينتين وأحد الفلاحين كان بيحرص فسمع أنه في قتال في فلسطين وفي جهاد، ترك المحراث في أرضه وذهب وقاتل واستشهد. هذه من النماذج عن يعني الفداء وحب الوطن وحب الوطن. المشاركة. طب خلينا ننتقل إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة البناء وتعزيز الاستقلال، مرحلة المغفور له بإذن الله الملك الحسين بن طلال وما قام به من ترسيخ لدولة المؤسسات والقانون وخلق الاستقرار التشريعي. هذه مرحلة كانت جدا مهمة في تاريخ المملكة. نعم يا سيدي، أولا دعنا نمر على مرحلة الدستور التي تم إقراره في عهد المرحوم الملك طلال بن عبد الله، وقد عد ويعد لحد الآن من أرقى الدساتير التي شهدتها المنطقة، وما زلنا يعني مبادئه الأساسية نطور عليها فقط. مرحلة تولي جلالة الملك المغفور له جلالة الملك الحسين طبعا شهدت محطات تاريخية. كانت الظروف المحيطة أيضا صعبة جدا بعد نكبة فلسطين، نعم 48، والهجرات الفلسطينية التي رافقت ذلك، والتحديات الأمنية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية. كان يعني الظروف العربية بدأت حركة الانقلابات، بدأت الأمور تتغير بطريقة سريعة جدا. كان الحقيقة مخطط المرحوم الملك حسين أن تبنى دولة ديمقراطية حقيقية، ولذلك كان قانون الانتخاب من أرقى القوانين، قانون المطبوعات والنشر كان من أرقى القوانين، ويمكن لحد الآن ما وصلنا إلى المستوى اللي وصله قانون المطبوعات في ذلك الوقت. وبالفعل يعني تم تشكيل حكومة سليمان النابلسي من الأحزاب بموجب الانتخابات البرلمانية، لكن كما قلت الظروف العربية اللي رافقت هذا العقد من الزمان، عقد الخمسينيات، حالة دون استكمال هذا الحلم الذي كان يريده المغفور له جلالة الملك حسين. من بداية الخمسينات بدأ الملك حسين محطة الإنجاز حقيقة، وأنا يعني في أول دورة إلي في انتخابات نقابة الصحفيين كان الله يرحمه مصر نشوف نقيب صحفيين وأعضاء مجلس النقابة خلال أسبوع،
أنا أتحكي 1992. فقلت له يا سيدي النقابة وضعها سيء، مديونة ومرهونة لكن إحنا بنتعلم من سيدنا من جلالة الملك أنه بنى هذه الدولة بأساسين، الإيمان والإرادة. فالحقيقة يعني هذا هو محور الإنجاز الأردني، وبقدر أضيف عليه فيما بعد، هو الإيمان بقدرتنا على أن نحقق الإنجاز، وإرادتنا أن نحقق هذا الإنجاز. الآن نضيف عليها الكفاءة التي تستطيع بالإضافة إلى إيماننا وإرادتنا أن تخلق فعلا المعجزات، وخلقت المعجزات فعلا في بلادنا. أستاذ سليمان، نعم يعني الأردن الآن يعني واحد أمان في إقليم ملتهب. نتحدث اليوم عن عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي يعني بنى على ما بناه والده وأيضا جده. نتحدث اليوم عن الأردن كموقع إقليمي، وأيضا يعني عن اعتماده على الطاقة الموجودة سواء الشباب بشكل عام. يا سيدي كما تفضلت، المسيرة هي مسيرة مستمرة. نعم. مسيرة الهاشميين بشكل أساسي في قيادة هذا البلد، ودعني يعني أذكر بالأساسيات أيضا. نعم. القيادة الهاشمية عرفت منذ عهد الملك عبد الله الأول بقدرته على التسامح، على الحكمة، وعلى استشراف المستقبل، الرؤية فيما بعد الحاضر. الملك عبد الله مثلا في وقت ما الأول اقترح أن يكون هناك، بعد ما تكاثرت وتكثفت الهجرة اليهودية وأصبح واضح أن هناك يعني المخطط لإقامة دولة إسرائيل، اقترح أن يكون لهم حكم ذاتي في فلسطين. يعني بعد النظر هذا كان يسبق الأحداث، ونفس الشيء استمر هذا النهج الحقيقة في عهد الملك المغفور له الملك حسين، ومن ثم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني. القدرة على مواجهة المشكلات بالمنطقة، القدرة على مواجهة التحديات بالداخل، والانطلاق منها إلى الأمام وتحقيق الإنجاز. يعني ودعني أذكر بما حدث عند استشهاد الطيار الشهيد معاذ الكساسي. الحقيقة كان نموذج أردني لفت انتباه العالم كله، يمكن مش كلنا شعر بما شعر به العالم. صحيح. يعني انه دولة صغيرة وشعب صغير، بلد امكانياته محدودة، لكن في لحظة ما اوجد لحمة شعبية واحدة، وحدة شعبية التفت كلها حول القيادة، وكان قرارها واحد، توجهها واحد، وشعورها واحد، وبالتالي هذا هو الأردن حقيقة إذا بنلخص الأمور. نفاخر فيه. نعم بالضبط، ومنه الحمد لله الآن مثل ما احنا بنشاهد قاعد منطلق لأفاق وأفاق واسعة جدا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله. سيد سليمان القضاء، وأنت رئيس تحرير صحيفة الرأي سابقا، ونقيب الصحفيين سابقا، وإعلامي مخضرم، شكرا جزيلا على هاي المعلومات الوافية والجميلة، وشرفنا بهذا الصباح. شكرا لكم.